النهارده عندنا فخده ضاني بالتمر هندي. يبقى عندي النهارده فخده ضاني وبصل وتوم مفروم، توم في صوص، ليمو، قرفه، كركم، بهارات، منقوع التمر هندي، ملح وفلفل وجوز الطيب وحبان مطحون، خضار مشكل للارضيه، وعندنا فحم مشتعل ورز بالمكسرات. عايزين بقى نشوف هنعمل ايه في الفخده الحلوه الجميله دي. وخلي بالك من ايدك بتعمل ازاي الشربيني. اهم حاجه نشيل عضمات الداخليه دي عشان تستوي معايا بسرعه. يبقى كده عندي الفخده اهي. هنعمل لها شويه خلطه حلوه. بص يا سيدي، شويه توابل من دول، شويه مطحون حبان، شويه زعتر، شويه ثوم مفروم، روزماري، قرن فلفل حراق، ملح وفلفل، شوية ليمون، وشوية ملح كمان. لغاية كده احنا حلوين قوي. فاضي شوية من التمر ولله الأمر. حلو كده يا باشا. وادي حبة بصل صغيرين. الله، حبة النعناع دول. وادي فصوص الثوم. بعد كده يا سيدي كده معايا يا ست الكل. يقول لي احنا ناكل فخده ولا ناكل خيط؟ هو ده اللي بيخاف ياكل برتقال عشان يقشر بوجع بطنه. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. الله 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 الله. وناخد صدمة كده نعلمها. طبعا لازم تاخد صدمة كده عشان ايه تلون معانا. الدبري بتاعي ده كده هنا اهو. وادي البطاطس، ده الليمو، ادي بهارات، بصل، حبان مطحون. نطلع بقى بالفرن، الصينية بتاعتنا. كده ادي الفخده. تمر ولله الامر. يا
يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي والنبي والنبي. بعد شوية ووتر ونخش بقى الفرن.